قال له يا عمر هذا أوردني الموارد، هذا الذي يريدني الموارد، هذا اللي أديني ويدير بيا ويسوي لي وكذا. وانت راك كبير دوك نخاطبك وانتوما الكبار دراري صغارك، هذا طفل صغير براءته. دوك نضرب على التراريس انت تراس ولسانك مازال تقول بيه العين. عندك 40 سنة في عمرك، عندك 30، عندك 25، لأن 25 إنتاجك كانوا يقودوا الجيش ويخرجوا للغزو ويجيبوا النصر بإذن الله. إنتاجك مازال تقول العيب. تحيات الله الصلوات الطيبة. هذا مكان العبادة، برا أثر العبادة، هذا مكان العبادة، هذا مكانها. الآن الأثر تشعر أنت الأثر، شرح لنا بالدرجة اللي نفهمها. الأثر يعني وش راح تخلي فيك صلاة العصر بعد ما صليت، وش راح تدير لك مورها. مورها احنا كنا نروحوا للحج، المشايخ يقولنا الحج وما بعد الحج، الله يرحمه ويسع عليه، الحج وما بعد الحج. الآن هذا محل العبادة في المسجد، تحيات الطيبة الصلاة والسلام خرج. الآن برا أثر العبادة، رم يصلي ويصوم ويقولوا كلام الفاحش، ويصوم ويصلي ويزكيه ويحج ويسبوا ربي ويسبوا الدين. واللي يسب ربي ويسب الدين دار هذا في الظهر، صلى الظهر وبعدين سب في العصر، يجي يقول الله اكبر. يا غير تهنى الله، غير تهنى. اذا صليت صلاتك باطله. وعندي خبر وش راني نقول لك، اذا صليت بعد سبان الدين سبان رب العالمين صلاتك باطلة. وزيد نخش لك شوية في الهضرة، راك خرج من الملة، جاكم ربي سهل، ماشي انتم اليوم يسبوا دين، جاهم ربي سهل، اللي ولاه ينوض يسب ربي يسب الدين. وفي المجتمع الإسلامي صعيب الحال، لا تشوف ربي بارك ربي بارك ربي بارك ربي بارك بصحته وبنية وقوة وما شاء الله. نقول له خبزة خبزة تاع خبز إذا قعد على مائدة يبلعها، والصحن الأول يروح ويزيد يطلب الثاني ويأكل ويأكل ما شاء الله، وبعد يتقرع وبعدين يتمدع ما شاء الله، ما يزيد هذا فضل الله بالصحة والعافية. شوف هذا كامل وما يقدرش